يا نجارات ليل ضرانايا نشكي لكم تعذروني رحلوا علي الحبايب والله شاعر الفلسطيني مصطفى حمدان تحت سيف القهر والموت والنفي والتهجير والتشريد وجد الشاعر الفلسطيني نفسه مثله في ذلك مثل غالبية أبناء شعبه خارج حدود الوطن في المنافي والشتات والمخيمات يحمل معه ذكريات الطفولة ومرابع الصبا وجرح النكبة وحتى تلك القلة من الشعراء الذين بقوا داخل الوطن فقد عاشوا في منفى روحي وطبقي ومنفى ومنافي كثيرة في اقتراب حقيقي داخل الوطن داخل الوطن وخارجه لكن هناك صفة مشتركة تجمع بينهم وهو أن الوطن كان دوما يسكنهم جميعا لكل شاعر مصدر إلهامه ومفجر شاعريته وأنا في ذلك مدين لتلك الأم الرؤوم التي لم ترضعني حليبها فقط وإنما أرضعتني لبان الشعر والقيم وكل الفضائل النبيلة إنها أعظم الأمهات ليس برأيي فقط وإنما برأي كل من عرفها هذه المرأة الأم التي كانت تملك موهبة شعرية إلى جانب روحها المرحة ونفسها الطيبة وموهبتها التمثيلية كانت شاعرة بالفطرة ففي طفولتي كانت تجلسني في حجرها وتحفظني بعض الأبيات الشعرية لأعيدها في مجالسها وبين جيرانها وصاحباتها حتى أنني صدقت نفسي بأنني شاعر كانت تزودني بهذه الكلمات المسجوعة حينا والقصائد القليلة والمقطوعات الشعرية حينا آخر بالنسبة لمراحل الشعرية فقد يمكن القول أنها مرت بثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة الطفولة والصبا في داخل الوطن المرحلة الثانية كانت مرحلة التكوين والإعداد الثقافي في بيروت عندما تابعت دراستي في الأدب العربي في الجامعة العربية ببيروت أما المرحلة الثالثة فكانت مرحلة الإبداع والعطاء الشعري في الجزائر ويمكن القول أن شاعريتي أبوتها فلسطينية وأمومتها جزائرية الشعر فعل وتفاعل وانفعال والشاعر أمير الكلام والكلمة لا تسلم زمام أمرها إلا لفئة قليلة محظوظة خصها الله بها دون غيرها وحباها بهذه الميزة دون سواها ومن هنا تفطن العرب إلى دور الشاعر ومكانته فأعطى
أعطوه وحلوه مكانة مرموقة تليق به، نظرا لأن الشعر ديوان العربي فهو المدافع عنها والمخلد لأمجادها. ومن هنا نجد أن الشعراء للأسف لم يقدر، شعراء القدامى لم يقدروا دور الشاعر على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الإنساني، وحصروه في دائرة المدح والتكسب. وعندما أعرض وعزف الأمراء عن استقبال الشعراء، عزف الشعراء عن قول الشعر. الشعر وهج الروح واستنطاق الذات والتعرية لبواطن النفس، إنه بكل بساطة فضيحة الأنا، وهو ينبع من جبرية غامضة تكمن في اللاوعي، ومن تنظيم صناعي تام الوعي. الشعر ثورة، والشعر بطبعه ثائر، ثائر على القيم، ثائر على التقاليد الموروثة، ثائر على العادات البالية، ثائر حتى على القوالب الشعرية القديمة. وهناك فرق ما بين الشعر المطبوع والشعر المصنوع. الشعر المطبوع هو الذي يكتب ويقول على سليقته من خلال موهبته الفطرية، أما الشعر المصنوع فهو الشاعر الذي يقد الكلام قدا ويجهد موهبته في أن يقول شيئا، فهو في هذا شاعر سياقي، أو شاعر يمكن أن نقول أنه شاعر مناسبات. الشعر السياقي إنما هو شعر متكلف يجهد فيه الشاعر فكره للوصول إلى المعنى، لأن شعريته قائمة على قهر الكلام واغتصاب المعاني. إنه ليس شاعرا، ولكنه يمكن أن نقول أنه يلبس بردة الشعر دون روحه. عندما نتكلم عن الظروف التي مر بها الشاعر الفلسطيني، وعندما نقول الشعر الفلسطيني فهو جزء من الشعب الفلسطيني. الشاعر الفلسطيني ظل دائما يحن إلى وطنه، إلى مرابع طفولته، إلى أصدقاء الطفولة، إلى تلك الأماكن التي درج عليها وعاش فيها. خلعت على مرابعها شبابي، خلعت على مرابعها شبابي، وأحلامي على خضر الروابي، درجت على التراب وملء نفسي، عبير الخالدين من التراب، فلسطين الحبيبة كيف أحيا، وفي عيني أطياف العذاب، فلسطين الحبيبة كيف أغفو، بعيدا عن سهولك والهضاب، تمر قوافل الأيام تروي مؤامرة الأعادي والصحابي، ويسأل الصحاب ألا لقاء وهل من عودة بعد الغياب. حلم العودة كان دائما ولا يزال يعيش في قلب الشاعر، ويعيش كذلك في كلماته. وفي الختام أقول أن الشاعر ليس مجرد ناظم للكلمات، ولكنه ناظم لقيم إنسانية. الشاعر يحمل رسالتين، رسالة فنية ورسالة توجيهية، ولا يمكن أن يكون مقبولا في رسالته الثانية ما لم يبلغ رسالته الأولى، من خلال الكلمة الحرة الصادقة الملتزمة ذات المستوى الفني الرفيع. شكرا. يا نجارات ليل ضرانايت، نشكي لكم تعديل.